أهلا بكم في درس جديد، وسوف يكون الدرس الأخير فيما يتعلق بالنوميريكال ألغوريثمز، الخوارزميات العددية. وموضوع الدرس يتعلق بالتكامل العددي نوميريكال إنتجريشن. تعلم أنه لحساب التكامل وحساب المساحة لأي تابع رياضي تقوم بذلك من خلال القيام بعملية التكامل على تابعه الرياضي. ولكن في حال عدم معرفة تابعه الرياضي وكان الشكل لا ينتمي إلى أحد الأشكال الهندسية الشهيرة كما هو في حالتنا الآن، فإننا نلجأ إلى طرق أخرى للقيام بذلك. إحدى هذه الطرق ما يسمى بقاعدة المستطيل أو Rectangle Rule، والتي تعتمد على الشكل التالي. كما نرى، نقوم بملء الفراغ وملء المساحة من خلال تقسيمها إلى مستطيلات بأعداد معين، ومن خلال حساب المساحة لهذه المستطيلات جميعا نقوم بالحصول على مساحة تقريبية للشكل المراد. تعلم أنه مساحة المستطيل هي العرض ضرب الارتفاع. الارتفاع هي قيمة هذا التابع عند كل نقطة من نقاط المحور X، والتي تمثل ارتفاع المستطيل. أما بالنسبة للعرض فهو المسافة على محور الإكسال. ننتقل الآن إلى الخوارزمية لشرحها بالتفصيل. كما قلنا، نقوم أولا بحساب العرض، وهو الابتداء من النقطة الأخيرة ناقص النقطة الأولية مقسوما على عدد المستطيلات المرادة، بحيث النقطة الأولية هي X mean the minimum بداية التابع، والنقطة الأخيرة X max كما نرى. ومن خلال تقسيمها على عدد N نحصل على العرض المراد. من ثم أقوم بتهيئة عنصر ومتحول جديد يعبر عن المساحة الكلية لهذا التابع. ومن ثم أقوم بالدخول إلى حلقة فور، والتي من خلالها سوف أقوم بسبر ومسح العناصر ابتداء من البداية X min إلى X max ناقص العرض، وسوف أقوم بالانتقال بخطوات تساوي العرض. لماذا قلت أنه X max ناقص الويث العرض؟ سوف أقوم بشرح ذلك على المخطط. ضمن حلقة الفور أقوم بالتراكم وحساب المساحات لكل مستطيل من خلال ضرب العرض مع قيمة التابع عند هذه النقطة كما شرحنا، وبالتالي أحصل على مساحة المستطيل وأقوم بالتراكم وضمها إلى المساحة الكلية، وهذا ما تمثله الحلقة. قلنا أنه X max ناقص العرض لأنني في الواقع لا أحتاج إلى الارتفاع الأخير. كما نرى أمامنا أحصل على هذه القيم من البداية X min إلى X max ناقص width كما نرى هنا. وبما أن المساحة كما قلنا هي العرض ضرب الارتفاع، فيكفي أن أقوم بحساب مساحة المستطيل الأخير من خلال هذا الارتفاع. الآن قد نقوم ببعض التحسينات على هذه الخوارزمية. بالنظر إلى الحلقة نرى أن العرض غير مرتبط فيها، بحيث الحلقة والانتقال في خطواتها لا تؤثر على قيمة العرض. العرض قيمته ثابتة لكل المستطيلات، لذلك أستطيع أن أقوم باستخراج العرض ثم ضمه إلى المساحة النهائية بعد الانتهاء من الحلقة بهذا الشكل. أقوم بإضافة الارتفاعات تباعا، ثم أقوم بضربها جميعا بالعرض، وهذا الشكل والشكل السابق متكافئان. طبعا تعقيد الخوارزمية لن يتغير، سيبقى التعقيد ذاته من رتبة N تقريبا، ولكن هنا قمت بتبسيط العمليات الداخلية بحيث أن الأرقام التي سوف يتم التعامل بها ضمن الحلقة ستكون أصغر من الأرقام التي سوف تكون في الخوارزمية السابقة. الآن لنأخذ هذا الشكل، قمنا بحساب المساحة التقريبية، ولكن نرى هنا أن الحساب ليس حسابا دقيقا كما نريد، بحيث هناك مساحات لم يتم ضمها وهناك مساحات لا ينبغي ضمها لكنها تمت إضافتها كما نرى أمامنا. اللون الأحمر يجب إضافته
ولم يتم ذلك في الخوارزمية. واللون الأزرق يجب إبعاده، ولكن تمت إضافته إلى المساحة المحسوبة. هناك بعض التحسينات للتخلص من هذه المشاكل ولتقريب وتحسين الحل إلى الحل الأمثل. من هذه الخوارزميات أن نقوم باستخدام وزيادة المزيد من المستطيلات. بهذه الحالة سوف تكون المستطيلات مستقلة عن بعضها، وكل منها سوف يأخذ ارتفاعا معينا. بهذا الشكل نرى أن المساحة التي يجب إهمالها قد تضاءلت، وكذلك بالنسبة للمساحة التي يجب إضافتها. ولكن هنا في هذه النقاط نرى أنه مهما قمت بتقسيم المستطيل إلى مستطيلات صغيرة فلن يؤثر ذلك على مساحتها، لأنها سوف تبقى بنفس الارتفاع، وهذا ما نسميه بالفلات سبوت أو المنطقة المسطحة. لذلك هذه البقعة إذا أبقيت عليها بمستطيل يملأها، مستطيل كبير، كان ذلك أسهل وأسلس للعملية الحسابية، ولكنه أيضا سوف يزيد من تعقيد الخوارزمية، لأنني سوف أقوم بزيادة الشروط للفحص وللانتباه إلى المناطق المسطحة. وإذا قمت بذلك سأنتقل إلى ما يسمى بخوارزمية Adaptive Quadrature، والتي سوف تكون على الشكل التالي. نرى أن هناك تحسن كلما انتقلت من خوارزمية إلى أخرى، والمساحة المحسوبة أصبحت مماثلة للمساحة الحقيقية. هناك في الواقع طريقة أخرى يمكن الاعتماد عليها دون زيادة التعقيد بشكل كبير، وهي أن نستخدم شكل هندسي مغاير للمستطيل. فمثلا إذا استخدمنا قاعدة الشبه المنحرف trapezoid rule سوف نحصل على الشكل التالي. لم نقم بزيادة عدد الأشكال، وإنما قمنا بتغيير نوع الشكل. ونعلم أن مساحة شبه المنحرف هو العرض ضرب متوسط مجموع القاعدتين. ننتقل إلى الخوارزمية لشرحها بشكل مفصل. هذه الخوارزمية كما رأينا تشبه خوارزمية المستطيل، وهناك الكثير من الخطوات التي سوف تكون نفسها هنا. نبدأ بحساب العرض بنفس الطريقة كما شرحنا، من النقطة الابتدائية إلى النقطة النهائية، وأحصل بذلك على العرض وهو نفسه لكل أشباه المنحرفات. ثم أقوم بتهيئة مساحة الجسم المدروس، وأقوم بالدخول إلى حلقة، ومن ثم أقوم بهذه العملية، العرض ضرب مجموع القاعدتين، والقاعدتين هي القيمة في هذا التابع، والقاعدة رقم 2 هي قيمة هذا المتحول زائد العرض، وأقوم بتراكم مساحات أشباه المنحرفات كلها. طبعا القواعد تمثل بالشكل التالي كما نرى، وهنا كما نلاحظ أنا بحاجة إلى جميع الارتفاعات حتى الارتفاع الأخير، لأنني هنا أعتمد على القاعدتين. أستطيع هنا أيضا التحسين على العمليات الداخلية دون تغيير التعقيد من خلال استخراج العرض والقسمة على 2، فهما لا يتغيران خلال الحلقة، فسوف تكون النتيجة على الشكل التالي. أقوم هنا بإضافة الارتفاعات ثم أضربها بالعرض وأقسمها على 2. نرى هنا أنني أريد ارتفاعان لكل شبه منحرف، فالشبه المنحرف الأول الارتفاع الأول والثاني، والشبه المنحرف الثاني الارتفاع الثاني والثالث، فتم استخدام الارتفاع الثاني مرتين كما هو موضح هنا. عند أحد خطوات الحلقة أقوم بحساب الارتفاعات لأشباه المنحرفات المعينة بالشكل التالي. فالشبه المنحرف الأول أقوم بحساب الارتفاعات عند الـ X1 والـ X2، والشبه المنحرف التالي أقوم بالحساب عند X2 و X3. إذن أقوم بضم الارتفاعات مرتين بالنسبة لكل ارتفاع باستثناء الارتفاع الأول والأخير، لأنهما يستخدمان فقط لمرة واحدة. وبالتالي أستطيع التعديل على الخوارزمية بشكل آخر من خلال إضافة جميع الارتفاعات هذه في الحلقة، ومن ثم أقوم بضربها بـ2
لأن كل منهما سوف يستخدم مرتين، وكما قلنا باستثناء الأول والأخير، فلذلك قمت بطرحهما هنا. بعد ذلك أضربهما بالعرض وأقسمهما على اثنين. لنقوم بمقابلة الخوارزميتين لرؤية التشابهات والاختلافات. نرى هنا في هذه الخوارزميتين أن معظم الخطوات في حساب العرض وتهيئة المساحة والحلقة هنا، ولكن في خوارزمية المستطيل أقوم فقط بضرب حاصل المساحة التراكمية في العرض، ولكن بشبه المنحرف أقوم بضربها بإثنان ثم طرح الارتفاعات، بعد ذلك أضربها بالعرض وأقسمها على إثنان بهذا الشكل. لرؤية مثال يوضح التنفيذ العملي، قمنا بحساب المساحة لنفس الشكل باستخدام الخوارزميتين، وكما نرى بالنسبة لقاعدة المستطيل الخطأ فيها عالي والمساحة التقديرية جيدة ولكنها مختلفة قليلا عن المساحة الحقيقية، بينما المساحة في قاعدة شبه المنحرف الخطأ فيها ضئيل والمساحة التقديرية قريبة جدا من المساحة الحقيقية. بهذا نكون قد شرحنا إحدى الطرق المستخدمة لحساب التكامل وحساب المساحة لتوابع رياضية دون الحاجة إلى معرفة الدالة والتابع الرياضي التي تنتمي إليه. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم وألقاكم في الدرس القادم. سلام.